للمزيد ينضم معنا رئيس مركز التفكير السياسي الأستاذ إحسان الشمري. مرحبا بحضرتك أستاذ إحسان. بداية، حينما تلاحظ تظاهرات التشرينيين يوم أمس في ساحة النسور وهذا الكم الكبير من التشرينيين، هل تتوقع أنهم سوف يكونون يعني ركنا جديدا في معادلة الحكم الحالية، في المعادلة السياسية المقبلة؟ شكرا على الاستضافة. حياتي. التحشيد لأطراف تشرين جميعها بمختلف مساراتها، أنا أعتقد أنها تمثل انتقالة كبيرة جدا في طبيعة السلوك الاحتجاجي لهذه القوى، هذا أولا. والأمر الآخر، فيما يبدو بأن هناك رسالة من قبل التشرينيين اتجاه الطبقة السياسية من أن مطالبهم السابقة لم تتنفذ بالشكل الكامل، خصوصا فيما يرتبط بعملية إصلاح النظام السياسي ووجود مسارات يمكن من خلالها المشاركة في العملية السياسية وعدم احتكارها فقط من قبل الأحزاب التقليدية. لذلك أتوقع بأنه تصاعد هذا الحراك الاحتجاجي بما لا يقبل الشك سيدفع إلى وجود مساحة لهم. هنا لا أتحدث عن طبيعة من تواجد في البرلمان العراقي، لكن أتحدث أنه إذا ما مضت الأمور نحو عقد سياسي جديد فبما لا يقبل الشك سيكون هناك عقول جديدة يعني من ضمن تشرين أو المؤيدين لها. هنا لا أتحدث عن تشرين كأفراد، وإنما أتحدث عن تشرين كموج رافض لأخطاء العملية السياسية. بالنهاية يمكن أن نجد لهم مساحة من خلال العقد السياسي الجديد إذا ما تم الذهاب له، لكن أيضا إذا ما نجحت تشرين بإعادة تنظيم نفسها ووضع مسارات سياسية وتنظيم نفسهم سياسيا، فأتصور حتى في ظل انتخابات جديدة يمكن أن تكون هناك مساحة أكبر بكثير من المساحة التي حصلت عليها بعض الأطراف القريبة من تشرين. واقعيا التشرينيون يرون أنفسهم أو البعض منهم يقولون أنهم يتفقون مع الصدريين في أغلب الشعارات المرفوعة، لا سيما الشعارات التي تتعلق بالإصلاح الجذري، إنهاء المحاصصة، رفض التدخلات الإقليمية، انتخابات مبكرة بدون بلا سلاح منفلت إلى آخره. لكن في نفس الوقت لديك أزمة ثقة. ما الذي السؤال ما الذي يمكن للتيار الصدري أن يقدمه للتشرينيين لكي يكسب ثقتهم المفقودة إذا صح التعبير؟ هذا سؤال مهم، يعني لا يمكن القفز على حقيقة أن هناك توتر وأزمة ثقة ما بين الطرفين. التيار الصدري عليه أن يمد جسور سريعة مع قيادات لتشرين لهذا الحراك بكل أطيافه، أولا من خلال موائمة ما بين شعارات وأهداف الطرفين وإعداد ورقة موحدة بهذه المطالب، وهذه تتم من خلال طاولة حوار. نعم التيار الصدري يرفض الحوار مع الأحزاب التقليدية، لكن هو يمتلك فرصة لطاولة حوار وطني ليس فقط مع التشرينيين، وإنما حتى أن هناك أطراف وشخصيات معارضة للعملية السياسية يمكن لهذه الطاولة أن تنتج خارطة الطريق، هذا أولا يعني على مستوى إعادة الثقة. الأمر الآخر هو اختيار قيادات مشتركة ما بين التشرينيين أو الكفاءات الوطنية وأيضا التيار الصدري، وتتصدر هذه القيادة هو موضوعة أخذ زمام المبادرة في قضية التسويق للأهداف، الوصول إلى تحقيقها ووضع الآليات لتنفيذ هذه الأهداف. والأمر الثالث هو إذا ما كانت هناك انتخابات مبكرة، فأنا أعتقد أنه الفرصة سانحة للتيار الصدري لعقد تحالف مع التشرينيين والدخول بانتخابات. هذا يمكن أن يعيد الثقة، يعني الثقة التي اهتزت كثيرا في العام 2020 بالتحديد.